الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، بسم الله. أريد الأحاديث. الأستاذ أمان صاحب الجزائر يقول: عشت سنين وأنا أسأل ما هو سر التراب أو الحجر في النيابة عن الماء، ولست أعارض أمر الله ورسوله، حاشا، فقط من باب الفضول. طيب، أولا، سر التراب أو الحجر في النيابة عن الماء أن التراب طاهر كما أن الماء طاهر، ولذلك يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده لما قال: يلخين شبرا يلخين ذراعا على ثوب المرأة والإسبال، قلنا يعني إذا مس النجاسة، قال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور طهور. فهو فيه بعض صفات الماء، ليس كل صفات الماء، فيه بعض صفات الماء، لذلك ناب عنه. كيف عرض حديث عمار الذي فيه ثم تنفخ فيه مع قول الشافعي؟ أي قول الشافعي أصلا يشترط أن يكون فيه غبار للنفخ. هل يمكن أن يقال أن فعل هو المسح على الفخذين وله حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع، بل هو موقوف عنه. المسألة مسألة اجتهاد فيها. حكم الرفع هذا إن قلنا بعدم الاجتهاد. ثم أنه ورد أن الإنسان ضرب الحائط صرفه إلى استحباب، وضرب إلى الحائط ماشي على مسألة الغبار. حياكم الله وبياكم وسلم أكدام أحسن الله عليكم. أرغب في علمكم وصبركم وحلمكم، ونسأل الله أن يكتب من نفسه. الله 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 أكبر. الله أرضى عنكم يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. العلم له مذاق آخر عند من يعقله. عندنا مسجد أمامه قبر، وهناك فاصل بين حائط هذا وذاك، إلا أنه لما فتح القبر وجد أن جزء من قبلة بداخل القبر. السؤال: أن المسجد سيهدم ليقام الجديد، وأقارب الميت لا يريدون هدم القبر، والمسجد سيفعل فيه مضيفة في البعض. قال: نجعل سقف المضيفة سقف القبر، ونأخذ المساحة من فوقه وندخلها في المسجد، فهو الحكم على العلم أنه لا يعرف هل يوجد فيه ميت أم لا. إذا عرف أن فيه ميت فلا يجوز بحال من الأحوال. تعلمون أن العلماء يرون أيهما أسبق أخذ الحكم له. والمعنى: إن كان القبر أسبق إذا المسجد يهدم ولا يبنى، إن كان المسجد أسبق ينبش القبر ويخرج من المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أريد معرفة رأي فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن الله، جزاكم الله خيرا. ممكن تجده في النت، أنا لا أقول بأي أحزاب أيا كانت، لست من أهل هذه المحلة، وكلامي أنا قلته من سنين، فإذا دخل النت إن شاء الله يجد إجاباتي هناك. هل يجوز إذا كان الإنسان، وأول كان مسألة فيها اجتهاد وفيها اختلاف، نعم أنا لست من هذه المحلة، هل يجوز إذا كان الإنسان مجهدا جدا ولا يستطيع أن يقوم من السرير أن يتيمم للصلاة لا يفوت وقت الصلاة؟ إذا كان كذلك على ما وصفتي، نعم، فديننا دين اليسر، والقاعدة العامة لا واجب مع عذر، فلها ذلك. أين سؤالك يا سمراء؟ الآن ما أدري لو معي عصا، أين سؤالك طيب؟ ما بدل سؤالي يا شيخنا، المفروض سؤالي تقوم كتباه هنا وأنا أشوفه. ماذا أهو؟ الحمد لله، أعقبت عليكم المشرفون. أقية هو الذهب؟ سؤال من دروس العقل. نعم، هو الذهب، أقية الذهب، وبعضهم قال أقية هنا من الفضة، لكن صحيح أنه الأصل فيها الذهب. شيخنا، إلى أن يبدأ الدين اليدين بأيهما يبدأ؟ يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين، وإذا بدأ بأيهما يعني بدأ باليدين قبل الوجه عند الجمهور يصح، وإن كان أنا أدين الله بأنه يبدأ بالترتيب، والترتيب واجب، يمسح وجهي الوجه واليدين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمار، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما جاء في الكتاب. الكتاب مطلق: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الواو هنا ليست ترتيبية، فقد يبدأ باليد الأول ثم الوجه، ماشي، لكن الصحيح أن نقول وإن كانت ترتيبية ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يظهر ذلك. سيدي، خاتم التسبيح مجرد أعداد؟ لا، ليس كالمسبح. المسبحة ورد عندنا حديث عن أبي هريرة، لولا أنه قد ورد الأثر لقلت المسبحة بدعة هي الأخرى،
لكن ورد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا المسبحة ورد فيها أثار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح. وهناك ممكن رواية يستنبط منها يعني. فالصحيح في ذلك أنها غير العداد. العداد هذا بدعة أموت. العلم لو ذوق لمن يعقله. سجلت هذه العبارة في دفتري الخاص. جميلة. نعم هذا هو. هذا أمر آخر. لمن صبر عليه قد يعلم أنه أفضل من أن يعاقر أن يعانق رجل غانية استغنت بجمالها عما يحدث في وجهها يعني من يعني المجملات. المفهوم المخالفة في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يخصص عموم قوله كل بدعة ضلال. لا ما يخصص. وهذا كلام أهل البدع والضلالات لأن المفهوم هذا جاء منطوق يرده كل بدعة ضلالة فرده. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله عندما جاء ثلاثة نفر فاستمعوا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها فهنا أتوا بما هو من الدين. أما الأول فقال أقوم ولا أنام والثاني قال أصوم ولا أفطر والثالث قال أتزوج النساء. كل هذا من الدين من أجل أن أتفرغ للعبادة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أسمع أقواما يقولون كذا وكذا مغضبا وأنكر عليهم. ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالكلام هذا كلام أهل البدع. أبعضهم يقول هل يمكن الضرب على الحائط حتى لو كان من البلاط أو الرخام؟ نعم لأن هذه المسألة الثالثة الرابعة التي استأتي كل ما صعد على الأرض يصح التيمم به. لماذا لا يجوز أشيخنا الصلاة فيه إن كان فيه ميت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال لعنة الله على يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. وأيضا بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت لولا ذلك أبرز لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وهذه ذريعة الآن إلى الغلو في الميت. وديننا جاء بحسم المادة وسد الذرائع. النزول نقطة الدم بني دون الحيض لا تبطل الصلاة. قلت لو كنت في صلاة بطلت صلاتك بنزول هذه النقطة واغسل المحل وتوضئي وصلي والأمر ينتهي. أما الصوم فلا تؤثر في الصوم. أنا أجبت عن ذلك يا أستاذة أميرة. جيد. هل علي الغسلة؟ ليس علي الغسلة لأن هذا ليس بحيض. السفرة والكدرة يعني قبل نزول الحيض ليست بحيض. وذلك قال كنا لا نعد السفرة والكدرة شيئا بعد الطهر. بعض الدعاء يقول أن تعد محاسن الميت سببا في زيادة عذابه. أنت سألت الظهر هذا السؤال وأنا أجبت هذا السؤال. إما الوهم من حضرتك دكتور تامر أو الوهم من المشرفين يجلسون لا يسمعون ويقتلونني أنا تعدادا ألف مرة يرددون السؤال مرة 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 مرة. حكم كار التقصيد ما يجوز. أشكال في شرط غرام التأخير أعرف. عندما تحدثت مع المندوب على أنني موظف هذا الشرط لا ينطبق علي على أن التعاقد لأن التعاقد على تم الخصم من الراتب عند نزولي. فالرجال التأخير هنا قال لي فعلا ليس لك علاقة بهذا الشرط لا تفعل لأنه ممكن يتأخر الراتب نزولا والشركة لا تعطيك يزيدون عليك أنت الغرامة وتكون قد وقعت في الربا لا تفعل. رضي الله عنك أمان سلام. أنتم أهل فضل وأهل أدب. طيب الأسئلة بهذا تكون قد انتهت. أشكر لكم فضلكم. اللهم أمين رب العالمين. هداك الله أمرينا. غفر الله لك غفر الله لك غفر الله لك. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير. هل يمن الميت عند فقد الماء أو احترق؟ من قال بأن غسل الميت تنظيف كلية يقول لا ييمم. ومن قال هو فيه تعبد يقال ييمم والأصل أنه ييمم. لي سؤال بعد مستأجر ترك شقة وأحضرت عام ينظف الشقة فوجد شيشة وقال يأخذها لي فقلت له خذها وأنا غير مسؤول عن تعطيك لها فأتحمل اسمها. أخطأتي طبعا أخطأتي أنك تقولي خذها هذه كنت أنت تأخذيها وتكسريها. غفر الله لك. أخطأتي أسأل عزيز الجنة أخذنا فضل. ليش أي إزعاج يا دكتور تامر أنت فوق رأسنا؟ هل يجوز التيمم بالوسادة؟ لا بقى ده الوسادة حاجة ده بقى أمر جميل جدا لهذه الدرجة تيسير. لا ما يجوز ما ينفع. دكتور أنتم في الفتوى ما أفهم يعني لو أردت أن تسألي سألي تفضلي الآن لأن ما فيش
لن أعطي فتاوى اليوم، الليلة لن أعطي الفتاوى. فلو في سؤال لحضرتك الآن تفضلي. يا شيخ الحالات كثر، ما هي الدنيا كلها، الدنيا كلها صارت هكذا نور. والله فتحي ماذا نفعل؟ نحن تسببنا في ذلك للناس، تقاصرت همتنا وقصرنا في حق الله، ثم غصنا في المخالفات، فما استطعنا أن نجر الناس جرا إلى الطريق المستنير، فوقع في هذه المتاهات. وأيضا انتشار الجهل دون بزوغ العلم فعل ذلك وأكثر. وما تراه على السطح لابد أن تعلمه أنه في القاع، ونحن القاع، يغفر الله لنا جميعا. الفرق بين الفرق كتاب جيد أيضا، والملل والنحل لشهرستاني كتاب أيضا جيد في مسائل الفرق. الخلع طلاقا فسخ، أنا أدين الله بأنه فسخ. جمهور العلماء يرونه طلقا بائنا، والصحيح أن الخلع ليس بالطلاق، لا يعد طلقة، هو فسخ. وعمر يقول شيخنا لو الفرد سيفوت أنا في السيارة في المواصلات فهل يجوز التيمم على الكراسي؟ لا، ده هي بقى بهوات هنا أو الحائط السيراميك. الحائط نعم، لأن الحائط من الصعيد، إنما الكراسي مش من الصعيد. شيخنا هل المذهب الجعفري على السنة أو الرفض؟ بل الرفض. كيف يتم أما كيف يتم اعتماده في الأزهر؟ لست شيخا للأزهر، ما أعرف، هم يسألون لذلك، أنا ما أخبر. يقول أن النقابة تعطي السيارة بفائدة متزايدة والبنك يأتي بها، هذا ربا، لا يجوز لك أن تأخذها. فتسأل لما أولادنا فتنة وهي كتبت لكم. نعم يوجد أسئلة فوق. أيوة خديجة تترجم لنا ما قالته الأخرى. نعم تسأل لما أولادنا فتنة. نعم الأولاد فتنة لأنه ممكن أن الولد يكون مشغلة ومجبنة، ورد بعض الأثار عن ذلك، يشغله عن طاعة الله فلا باللعب معه، أو مجبنة يجعله يجبن أن يذهب للجهاد أو يتكلم بكلمة الحق أو ينفق جودا وصدقة للناس لأن أولاده عنده أهم، فتكون الفتنة من هنا. أو يجره إلى الدنيا وترك الآخرة من أجل إسعادهم، فتكون أيضا فتنة. هل يجوز سحب النقود في مختلف ماكينة الصرافة لكنه سينقص المال؟ نعم يجوز، لأن المال الذي يصرف من ماكينة لماكينة حسابات إدارية صحيحة، ليس هذا من الربا. شيخ أحببت الفهم باستفاضة عن ألفاظ العموم والخصوص والمقيد المطلق، فأي كتاب تنصحنا به؟ كتاب الرسالة ممتاز في هذا الباب إن استطعتي، لكن لازم تسمعين، أنا شرحه وأنت تسمعين. وأيضا اسمعي تيسير أصول الفقه واكتب الأمثلة فيه، هتستفيدي جدا إن شاء الله. لماذا أصوم أتعب؟ أمولينا أنا لما أصوم أتعب وأمرض حتى أخذوني المستشفى، فأصوم رمضان رغم أني أتعب، لأن أنت مسحورة وممكن تكوني يعني متلبس بك جنة يا أمولينا حقا، ولأن الصيام يتعب جدا فيتعبك حتى لا تصومي. أنت من ضمن علاجك أن تسردي صوما، من ضمن علاجك أن تسردي صوما. وأخونا فتحي يصوبني أو يخطئني في هذا الباب، هذا من ضمن علاجك. حكم شراء سيارة من الصالة مع العلم أنه المتوقع سيكون جنيه بجنيه، كلمة جنيه بجنيه دي خليتها حرام، لكن هو لو قال لك يا نقدا كذا أو تقسيطا كذا قلت له اشتريت تقسيطا صحت، التقسيط منجما يصح، لكن أنت لما يقول لك جنيه بجنيه وخلاص بقى للأجل، وهذا ليس فيه جودة. اللهم فرج كربه يا رب العالمين، الله يفرج كل مكروب، الله يفرج كل مكروب، الله يفرج كربه كل مكروب. أحب مصر كثيرا بكثرة علمائها، الله أكبر، هذا فضل منكم، هذه عيونكم الجميلة وأدبكم الجم، هذا فضل منكم، أحسن الله عليكم. شيخنا معرفة الله مكتسبة أم ضرورية؟ تقصد التعرف على الله جل فعلا، هي الحق أن نقول أنها ضرورية مكتسبة، ضرورية مكتسبة، لأن مثاق الذر يدل على أنها ضرورية، بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم، يعني على الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليه، ومكتسبة طبعا بالنظر إلى مظاهر الربوبية. في الموعد الذي تشيرون به خلاص سأتصل بك ونتفق يا شيخ حسام، نفع الله بك ورفع الله بك. وفي أيضا دعوة ستأتيك كنت أريد أتصل بك أقول لك عليها، ستكون الأسبوع القادم، فإن شاء الله أنت أول القادمين، وأتصل بك بعدها أعرف الميعاد الذي نأتيك به. نفع الله بك الأمة الإسلامية، الله يسر عليك أمرك يا رب، وبارك الله في ذرياتك، وشكر الله لك مجهودك وإحسانك، اللهم أمين يا رب العالمين. كان الله في عونها، شكر الله لها وأحسن الله عليها، ونحن في خدمتها وخدمة أي أخ أو أخت فاضلة يريدون التعرف على الدين قدر إمكاننا على جهلنا،
الذي نستطيع نفعله والذي نستطيع نستغفر الله على الجهل الذي نحن فيه. باقي سؤال أمرينا، ولكن بالنسبة للقضاء باقي لي سنتين أطعم وأحاول أن أقضي بصيام لكن يكثر علي. أنا قلت بينت لها، ويمكن فتحي يصوب أو يخطئ في هذا الباب. عامة أشكر لكم فضلكم، وقد يعني أنهيت الوقت الآن، فالشكر موصولا لكم جميعا، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.